عبد الله. لا 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 حكم حكم كيفي كيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم، كيف حالكم؟ طيبين؟ ورجعنا لكم بجزء بالجزء الرابع من تحديات الطير. الآن الأمور حماس، بقى هذا التحدي والتحدي اللي بعده، ها؟ اللي بينجح إن شاء الله بيضمن الفوز، وهذا تحدي صعب. عبد فيصل هذه صعب كلمة المشهورة، قلت تحدي قلت تحدي صعب. فإذا فزت إن شاء الله التحدي هذا بإذن الله أنك ضمنت جزء كبير، إذا ما فزت في حوسة الله يعين تختفي. ايه والان خلونا نرحب بالحكم اللي بيكون الحكم العادل الصارم اللي ما عند الا سيدة سلام وحكم وسيم. سيدة سيدة نقول حنا ان تقريبا في التحدي قبل وسيم يعني تسهلت شوي، نبغى التحدي هذا عاد هذا شدة سلام شدة، لان التحدي هذا بيعتمد بشكل كبير على التوازن، والتحدي اجماليا بيكون على ثلاث مراحل، كل مرحلة 10 نقاط وعند كل شخص إعادة واحدة بس إذا أخطأ في التحدي، طبعاً يعيد من البداية عشان كذا أقول صعب. أيوة جاهزين؟ طيب بسم الله. يلا البداية عند عبد الله. لا 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 حكم حكم كيفي 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 صارم. تبدأ ولا صفر؟ إيه ابدأ يلا. إيه سلامة خلاص خلاص. المفروض انه على القرعه المعهوده، لكن الحكم قال كذا ما نقول شيء ما نقول شيء. ومثل ما تشوفون بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله انتهينا من الجزء الاكبر من النادي، باقي لمسات بسيطه جدا، انتظرونا باذن الله الافتتاح بيكون قريب. حلو ما شاء الله تبارك الله، والله الولد تاكوي مره ما شاء الله. اوكي 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 امسكها. هذه المحطه الثالثه، المحطه الثالثه اي موي اي والله عبد الله. اي لازم تخسر عبد الله. شوف تكفكم حلو ها عبد الله، لازم تخسر عبد الله. والله خليت حكي مره معاه مويه وما تكب المويه، اهم شيء ما تنكب. كم المقدار سوي؟ اي كاميرا حلو 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 اوكي. طيب عندك فرصة، عندك فرصة تعيد ولا خلاص؟ لا خلاص 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 تستسلم. تستسلم؟ يبغى 20 نقطة. ما دام استسلم في المرحلة الثالثة معناته ياخذ 20 نقطة على المرحلتين اللي راحت. والله انك ذكي، والله انك ذكي. السن الصعب، السن الصعب، بس والله انك جبتها. الحمد لله اصبر. والله سويتها بسهولة. لا لا اسمع اسمع يشجعونك عشان يلعبون عليك. لا حاسس انا حاسس كله. زي ما انت شفتوا ثلاث مراحل، الجوله الاولى كانت الكره الكبيره، الثانيه بالتنس، الثالثه المويه بالمقدار كم ممكن توصل ما ينكب منك. المرحله الثالثه بعد ما يتعدى المشي كامل المسار لازم يوصل هنا ويكب بالمويه، واهم شيء ان تتعدى العلامه السوداء الشطرطون هذا، اذا ما تعدت معناتها ما فاز. ضبطني واضبطك في التنس، اسهلها عليك ما في تشديد. يلا يا عيال متحمس. لا حكم ارجع من البدايه، بتسهل معاك صدقني بتسهل معاك. وقف يلا 3 2 1 ابدا. حلو ما شاء الله ما شاء الله ممتاز الى الحين ممتاز. سلام الحين التنس سريع. ايه سريع سريع الوقت الوقت. بسم الله ما في وقت يا حكم يا حكم سهل. يلا روح روح. ايوه خلاص ما تمسكها بيدك صدق. يا ربي وانت ربي. مو معقول مو معقول. دعوات دعوات. حلو عبد الله انت كيف. سلام 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 سلام. اخر محطة خلاص 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 خلاص. المويه ركز. لا مو تشرب. لا ركز ركز. سلام فيصل. يا عيال الكاميرا ثقلت علي. يلا تكون اول واحد اخذ 30 نقطه. تكون اول واحد ياخذ 30 نقطه. يلا بسم الله. يا مصور ابعد وترتني. بسم الله يا رب.
سلام لا 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 ايش فيك؟ شرب مويه. دم فيصل طاح من هنا ولا كمل المسار كامل، لازم يكمل المسار هذا كامل، معناته ما تحسب له النقاط الا لازم نسمع رايه. اسمع خيارين، تعيد من جديد او تاخذ 20 نقطه. عد خلك شجاع فيصل. عيد يا والله عيد يعيد رجال. ايه روح يلا بسم الله. مسكين بيتورط انا ادري، ما دام قال بيعيد مره ثانيه اذا طاح من الاولى على طول تروح كل النقاط، خلاص ما في محاوله ثانيه. لذلك قيمتنا في الفيديو هذا هو اتخاذ القرارات الصحيحه تحت الضغط. شو انت تحت ضغط ترى، تعيد ولا ما تعيد؟ طيب زي عبد الله، عبد الله قرار صحيح ان شاء الله يعني. ان شاء الله ممكن صح والله. اي ان شاء الله اتفق معك. ففيصل قررنا نعيد فنشوف. انا صارم. نشوف يلا. الحين المحاوله الثانيه لفيصل، جاهز فيصل؟ يا عيال تتروني هذه الأخيرة. سبعة. بسم الله. عشر نقاط. عشر نقاط. عشر نقاط. يا ربي. ما في محاولة وإعادة مرة ثانية. ما في إعادة. لا تجي قدامي، ابعد. ابعد خلني أضمن أقل شيء القرار. المكيف 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 يقول مكيف. ايش دخل المكيف؟ يقول في هواء ما له دخل. خلاص في المويه. 30 نقطه فيصل. 30 نقطه. بسم الله. 30 نقطه 30 نقطه. روق 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 يا عيال. هدوء 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 يا عيال، ابعد يمكن ما اطيح. هدوء، لازم الهدوء هنا، لازم التوازن. يا رب يلا. الزاوية خطرة، صح يا رايي؟ الزاوية خطرة يا بيت. ما تذكر بخير ذيك الزاوية. بسرعة 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 بسرعة. بسم الله. ايش الموية حطها في فمك شوي؟ بسرعة بسرعة. هنا معناته فيصل ياخذ بعد الإعادة كمان 20 نقطة بس. بس انعد. ما قصرت يكفيك شرف المحاولة. والله هذه مرتفعة شوي توتر. صعبة صعبة صعبة, صعبة شوي. الحين دور مين؟ نجي هناك، نروح هناك نشوف القرعة. بس احنا نمشي على القرعة خلاص ولا؟ وش قرعتكم اصلا؟ وش ما ادري وش قرعتهم ذي؟ قرعتنا ان الدور الحين بدا عمر. دور مين؟ دورك انت؟ الحين من الحكم؟ انت الحكم صح ولا لا؟ خسار والله العظيم. انت الحين يعني شلهوب اخو واحد، احطك تحت الضغط. اخو واحد. انا الحكم كيفي؟ يلا عمر يلا. اكبر واحد فرحان عبد الله. اي الحمد لله. عمر هو اللي ينفخط. شفت التركي؟ قال عبد الرحمن تعال خذ الكوبرو وشيك متوتر. وترت لعمر مش لو والله مشكلة. نذكركم شيء مهم يا جماعة الخير، الشهر هذا مبارك جدا، لا تفوتون ولا لحظة فيه. الأيام الجاية هي أيام العشر المباركة، العشر الأواخر، خير ليالي في السنة كاملة، وفيها ليلة القدر، خير من ألف شهر، فلا تضيعون أي فرصة، انتهزوها. وكل عام وانتم بخير مقدما. وصل احلى شيء السحور قبل ما يجي اسمه شلهوب يبدا وعمر كمان يبدون. ليش وش علاقه الموضوع يعني؟ ايش علاقه؟ بركز اكثر لما اكون شبعان. بس انت مرتها كلها بعد التحدي. من اذا خلصنا هذا بناكل. صدق والله؟ اي يلا هذا يعطيك العافيه. يعطيك العافيه حبيبي شكرا. الحين عمر المحاوله الاولى جاهز؟ جاهز بسم الله. سلام. التكتيك التوتر واضح عليك التوتر. ركز فكيتها خلاص ما تلمسها. يا عيال خلاص خلوها خلوها. سلام. هذا صعب فيه عمر بالذات. حلو 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 سهل الباقي سهل. شيء طبيعي اتوقع انك بتعيد. تعيد؟ بسم الله يلا. عمر بطل بطل بطل. حتى لو طحت في الاولى اهدى، قدامك 20 نقطة ركز. صح يا عمر. توفيق يا عمر حبيبي. وانت ايش تقول له؟ عمر لا تتوتر بس. 3 2 1 الو الو. يا عمر توتر، هذه توتر.
حلوة حلوة حلوة. سلام. هو قال تأخر مرة. بسم الله. أوه حلو 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 حلو. حط يدك ثنتين. كاس كأنه قطعة من يدك. كنت بشرب. المرحلة هذه ولا واحد اللي الحين تعداها، والمشكلة إن عمر عنده محاولة بس هذه ما في غيرها. هو قال والله رايق ما شاء الله. هو قال وهدوء ما شاء الله. لما تكلمت أنا 20 نقطة خير من 10. والله حلو، كلهم في التحدي هذا طلعوا ب20 نقطة، الوحيد اللي عنده فرصة ب30 نقطة هو الشلهوب. نشوف الحين الشلهوب. توفيق يا خوي، ركز. ها يا بإذن الله إذا شجعتوني زين. ترى يوم المطاردة مدري وش الحبشة ما جبت ولا واحد. إيه ركزين الحين لازم هذه لعبة. ركز لعباتك. بداية حلوة. بداية حلوة وسهلة. عبد الرحمن ما شاء الله ما عليك من أحد لو يأذن إنه ما نتسحب. والله ركز مرة الأخير ما نقرأ من الحافة. بسم الله. كفو هنا سهل. بسم الله ياس المويا. ولا واحد تعدى المرحلة هذه ولا واحد. عملنا فيك. سهلة. بعد إذنك. عادي خذ راحتك. عادي نسمح له عادي. يولو أدري فسخت يا حكم. يا حكم أدري. هذا الفوز بإذن الله أهديه. واضحة. لنا. ليك بسم الله دقات القلب. والله دقات القلب. بسم الله روح. فكر فينا عشان تفوز. جميل. فكر. حلوه ركزوا في الرجول يا شباب. شوفوا ما شاء الله كيف انت لها. ما شاء الله حلو. لا تمسك راس وسيم. اقسم عليك يقول لي يمسك راسي. والله يستاهل خصم ذا. خليه يمسك راسك عناد لهم. بسم الله بسم الله تقدر بسم الله ما شاء الله. قاعد شاء الله انت تقدر امسك الحديده. ممتاز الحين ما شاء الله تبارك الله. ممتاز ما شاء الله. اخر مرحلة. الله يخليك. يا رب. سلام. يا رب. نشوف. بسم الله. دقيقة. بسم الله. بالغلط مع الحماس. مبروك الشلهوب ياخذ 30 نقطة كاملة في التحدي هذا، البقية 20 نقطة، زي ما انتم شايفين التحدي النقاطة موجودة هنا. يعطيكم العافية، والله مقطع جميل. اقسم بالله جميل. شكرا الحكم ما قصرت. العافية. بيض الله وجهك. شكرا الطاقم التصوير كلكم 700 شخص اللي ما قصر. الله يعافيك. يا شباب العيد قرب لا تنسون عطر ديوان. بنحطكم الرابط الان يا شباب، وهذا كود الخصم استعملوه. ترى العطر والله جدا جميل ومن العطور المفضله حتى انا. صلوا على النبي. يا سلام عليك يا عمر، الله يجزاك خير. ولا تنسون تصلون على النبي. نبغى يوصل 100,000 لايك. وهذا اجل 100,000. لا تنظرني ماني مسوي شيء. طيب التحدي ده خلاص. طيب وانتظر باذن الله الحلقه الاخيره بتكون فيها النتائج الحاسمه، وبنشوف هل في احد بينطرد او لا. واعطونا قيمه جميله صارت الفيديو هذا. ومثل ما تشوفون المنبهات رنت لازم تسحر. مع السلامه. يلا مع السلامه. انسحر.